من الملتقى الوطني للمنتوجات المحلية واللي كينعقد في مدينة أكادير. هو يعني فيه تقريبا 230 عارض من التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي المحلي على الصعيد كذلك على الصعيد الجهات الأخرى ديال المملكة. هذا يعني المعرض كيلعب واحد الدور جد مهم اولا في ترويج المنتوج المحلي وتقريب من يعني المنتجين من المستهلكين، وهو كذلك كيعد واحد المواكبه بالنسبه يعني للمنتجين لوصول الاسواق، وكذلك الاطلاع على اخر المستجدات فيما يخص التقنيات والاليات نتاع التثمين ديال المنتوج المحلي. وكذلك طبعا هو مجال اللي كيكون فيه عدة محاضرات اللي كتكون موازية مع العرض حول إشكاليات ديال الإنتاج والتغييرات المناخية على المنتوج يعني المحلي وإشكالية ديال التأقلم مع هذا المنتوج. فهذا داخل في استراتيجيات الجيل الأخضر اللي كتعطي واحد الأولوية لهذا القطاع واللي يعني كيعرف واحد النمو متزايد وواحد تثمين عد مهم جدا. وطبعا التأثير على التنمية المحلية والتنمية الاجتماعية عبر المدخول نتاع يعني المنتجين، وهذا اللي غادي يخلينا نوصلوا ان شاء الله لإبراز لهذه الطبقة الوسطى التي نصب إليها في العالم القروي والفلاحي.